سلامتنا تبتحكم تري مقرب دقاكم برنامجنا التابع لهليكم حيثما تقبلت تلفزيون إريتريا عندت ليك أخبار قدم لكم والسلفية لعبي الرسوم. خطوط جو أتوبيا قدماتو أسكا أسمارا أنبتم مهرجان إرترين سكان جرمن تما ات أفعبت عملية ناي كرحات كات ات نيجيريا بسادة فترق زياد 94 نفر موتو كردون إسرائيل تقزا مشاكل كيلم فنجير فنجدول اقتصاد عالم لأزين. أرس الأخبار تابعة عنكم هذه هدي بتفاصيلهم. إريتريا وأتوبيا أت يوم سع يليو أباساس لأفكرياهو ناي حبر أواج سلام ومسنية خطوط جو أتوبيا قل زياد عسرة سنة لات كارما كدماتو من واسك أسمرة أديس أبابا يوم الربع عشر سمان يليو بدقمان أنبتا أتلي ناي يوم سلفايت رحلة من أديس أبابا ندت بقسيات ساعوتات سرام عل أتناي ربع ساعة فرق أسمرة لأتيا بوين سبع سمان سبع وبوين سبع سلس سبع لنوعية طيارات لما تسوق ولام سبسلطة حكومة وخطوط جو أتوبيا وزير خارجية السيد عثمان وزير اتصالات ومواصلات السيد تسفاسل الأسي برهانة للتركباتهم سبسلطة حكومة أرتريا ات الدنيا مكرية طيارات أسمران دي حضر وكبت الرسمية ودولهم رئيس وزراء فدرالية ديمقراطية جمهورية أتوبيا العلا السيد هايل مريم دسالين أت وزارة خارجية وزير دولة بروفيسور كاسو للتركبتهم سبسلطة حكومة أتوبيا ومقرحيش وكل خطوط جو أتوبيا سيد تولد قبر مريم مستثمرات تجار فنيين صحفيين وأفراد لتركبتهم 465 نفر أتوا بشعب كابتن أيرت قبات قلم شعب إريتريا وأتوبيا فتهم إر إيه فرحات عباية السمعان لبيلا السيد هايل مريم دسالين تحل في عشرة سنة كليت وقبائل من ما تأزا درس عبك مسل تركبها أزا لكن سيت لتهيب مرحلة كمسل تبتزحة ودحام ومقرح يشكل خط جو أتوبيا السيد تولي قبر مريم هنا متأنبات سفر خط جو أتوبيا التجارة وسياحة دور كمبو أتوقت قرب هي أسكبات أو عسب سفريات الأنبتوت ستات كمسل هلا تأمرام إريتريا وأتوبيا تكرم لتان حناي مواصلات تجارته ومواصلاته دق بدق مان قل أنبت للبل حمس ركن لشمل نحبر أواج سلام ومسنيوت اتيوم سعيلي وأتأس مراكم سالت فرمال تفقد كدمات اتصالات تتذكر تام علا نبت تهلا كدمات مواصلات يعني يوم رسم أنبتوتو قيادة فعاليتنا إلى حبر أواج كمسلر إيت أمرن رؤية بكدمة حنتيلة بالسقرات من يوم عصر سلس أسك عصر حمس يليوت مدينة جيسين التقاعل بعسرة وكل مهرجان إريترين سكان جرمن بنيارة تمام اللي ألاف مواطنين لشاركة وتمهرجان اتسيت لتهي مرحلة السلام من سرقلة تمتم فنتويكم سل على ألو منا كان لبس حتى نحبرة أفهم التمهرجان حاضرتي للودع سمينار بسفير دولة إريتريا دي بريطانيا وقبلة أيرلندا السيد ستيفانوس هابت مريم كلمة سفارة بمسؤول شؤون سفارة دولة إريتريا دي بجرمن السيد يوهانس والدو لكت وطانية لجنة جرمن بريس لتجمع دكتور تسفاي عبلولون كم سلهما وراتات شعب وجاليت بأسيد كحساي تولدت قدمه اتا بوراتات فن جغرا ريادت كوشا جنيت عفسور وابعد قامل على مهرجان بز حمساني إريتريا ولاد كارج ومحابر شاركو مشتركة تابو رأي وطانية برامج عمار قل السرقل دلا منهم تتطلب قل أقددو ليام كم سلتم دي بمناسبة أكدوهم اتسبدالية تافعبت من مديرية تافعبت ناقصة قرورة وأدوب حق لما تقومت واربعة وخمس مواطنين عمليات ناي كرحات قد لعمليات ودو مواطنين من يوم سلس يليون دام بتو قل حد عسر عمل قل سسمت وعسر وسع نفر بقى أمر مرعنتات لتفرقوتهم
ممرای عملیات انتها دکتر به من تسفال داد تا به حبر کدام الله سکن نیل دوارد ات بعد ات جیسه کدامات عملیات رکب کم سال علو اللی هم سال ریم تکالیف کم سال علت تو اند شرح کل قلشان نکات من قرب تسبدالیت عفعبت قلک با کم سال تقرر حبره اللی من تسبدالیت عفعبت لام بتا کدامات حکم نعنتها علب لات علاج کم سال آزیده یو لشرح نرست تسفالم سکن نیل دوار به عمت و اب اری کرحته فنتوی مرهیو لقل کم سال تو اتحو لتعالجوا التهابوا ورايك لتعالجوا لو تجبهم حمايم لتوجعكم سال علوة لتفقدوا تلوكد لكن اسم دالية تافعبت كافة ألات ومي أمرت انت عندقت من قرب كدمات باقع قل لركبكم سال كدرو وفرحة شرحو ميديكال دايركتر اسم دالية تافعبت نرس أسرات آمينة بترتو حمايم قل فرقوا تبقى أفحسات مدستوى 73 نفر توقت قرب عمليات قل لك باقع لنكم سالتو محبرا فرع وزارة عافية تقليم قبلت بحر قياح قلت اللي ورحي ليه وقلت هي بستوت لهلا أبر لا لتنسع في الديت بوليو فقريت سنية قلت تركب من قبل على مدى عليك مسلطة محبرة إلا لا شرحة فهم سمهنة عافية بخصوص لك دامات قلت أوروت لتنزم تاهي الحق ولا تماتو ومقرحي كدامات في الديت التقليم السيد حامد إدريس أهمية لتأهيل بخصص قل إيرينا التابع حوري اللي لتأتات لهلا حديث بأبر لا لتنسع في الديت بوليو أتلالي نايلة بأفلت هي بلتزعن حاكم سالتون تشارحا تأهيل لنا سو أنفار فهم كاف اندركبه وللا تحازم الدالي قليدة ولسد سبتو اتمشاقيتو من قل عدو أتفاقدام وكل مسؤول فرع وزارة عافية السيد محمد نقص بطرته مشاركة الشعب عند زيادة لبرنامج بواجب لكل السرقل تاهل لنا سواء أنفار مثل الشعب علاقة تردة الليدة وإتلت فاني كدمات فديت أبديوت حمام شلل بهلة بوليو ترد زايدة تثبت بو عائلات أجنيتا نتوكد فديت قل لها بتوسع بأساس برنامج الدنيا منظمة عافية للدالة وقل حد عصر سنة اتحاد سسا دولة للجربة بأبر لتنسى فديت بوليو قلاب أفلت هيبلت أنها سيدعكم سلتما تقارير لفهم حمام شلل من إريتريا بكمال وبعد من مهلا التا الدواراتنا لتركب دول لترأسة بتهلا مدقاق وديت أهميته زايدتكم سلطامة دي بمناسبة أمرام المديرية من دفرها فهم سمهنة حرستو حرستو تتعب سارات داليو تسمات طبيعت بهلة كومبوست قل وكلو تبشارح وفعل محاضرة تيبت تأت عد منغوتي لتهيبت محاضرات أقبوي أداليوت كومبوست لكدم حفر سماد قل أداليوت لأتحاز حاجات كمسل هما متنفعت سماد أتاراد حرس لشمل كمسل على مئم راي حفظة ما يوتربت التامديرية شرحا السيد مكونن في السهي قل إيرينا تابع حبر مشتركة أهمية لمحاضرات نفهمو بواجب كمسل تابع ودها مهندس مهنة حرس فاسيل تقلاي تابع رايهيني بقبيك اللال للدال كومبوست اترشدوت أراد حرس ترز زايدة تثبت بو حرستوت ومئم مرت حرس قل زرقو وبخصوص توعيات قليدة وتفانا مشتركة بترتم لأجل ركبة ومحاضرة فعل لتليت من قد فنتيت كمتا عند شرحو سماد عند تنفعو التيوم أجل عبيتكم سال قدمو أكدو نفر بوليس إريتريا قديم منادل ميجر ولد جبريل برهي ولقى يوم 10/8 يوليوت 95 عمره بحمام استشهد سنة 1957 قوات شعبية تحرير إريتريا لالتحق ميجر ولد جبريل قدم حرية مقباي حكمنا وأمن ثورة حق حرية هاني بوليس إريتريا شعبه وعدو بمسبل بل حلال لقد ما محر بايتو شهيد ولد جبريل بع الفرع وأبسس ولاتو عدد قبرهن فجر كمش 10/9 سرام مقبرة محربة أسمرة قلت تممتو بوليس إريتريا باستشهاد ميجر ولد جابرييل لسمع حزن مرير تشرح من عائلته ناين دال ملهيامو وفتشو إيمان لهبكم لبل حيسام الطابلتنا حق ولا متعديتها أخبار كارج اتلن لحلف ام ايلات مثل نيجر التال الاتحاد الدوارات نيجيريا باترا دوكوب ترك بحودو 94 نفر ميتوت هلو عمتات اخبار قل شرح مز نيجيريا عند ذكرى شرحيا بادي باقليم جيبيا لصادفت بوق الطبيعة عسروتات بعد مكرام بعد سبت هلا الب ميتام قل وسكم سالقدر وقم هلا
بسبب لطرق أبحود وحمس عدوتات مدرد كم سلجيرة تتن لحبر وسب سلطة نيجيريا البنية التحتية ناي حارس بعمت وأبي السكن هي بفنتي مدرد كم سلجيرية محبرة نيجيريا من ورح ما يواسك سبتمبر لزل مزلام عقب تقدم ممتلكات مدرد كم سلطة جرة تقارير لفهم اسرائيل ات منطقه غزه تتبع له ليت سياسه مقادعة اقتصاد اجتماعيه فلسطينيين لتكيلم كم سلها لمنظمه من الاسكران حبرت لمنظمه الا لحبرت اسرائيل تلسامن ليت منطقه غزه للحبر خطوط بكمال وحق ولا دبتوتو حركه حماس قل كردونت لامامت كم سلتا لتشرحت مشدار ات منطقه غزه لتلت انها اساسيه يتقلبات منبر لمنع سبتو سكان بدقمان ات مقادعة قلت كارو كم سل قدره لمنظمه التعفكرت تشرح حزرت اسرائيل قدم لها منطقة غزة للأقدى خطوط مواصلات من دبقته اترأس كان جكت خالقتكم سل على للتأمرتم لمصدرات دبق من منظمة من الاسكران ليت عندي قبي من بعد جهة ما معارضة تصادفكم سل هليت للشرح اسرائيل منطقة غزة وقنراري موضع حيبات تتبع لها ليت سياسة اتفنجها وفنجة فلسطينيين لها لان عارت لتكي لما تكم سل هلا متقبلة لحبرهم اتفن قبل حد ولا ترى هلا فنجير تجاره تقل قياس عبوط الدنيا يا اقتصاد تبقوا تقل ايل كاري الدنيا يتمسست مال فرحت شرحت لما سست اقتصاد علم السنة كل ألف وعشر وثمان كم سلهما كل ألف وعشر وسع بجيمام بثلاث نقطة تسع من مئة تقل يزيد وقم هايبة كم سل على ثلاث أمر منات هاتلو كدلي فنتو يتفنجي لها باقتصاد لترشادة أمريكا وشاينا خلق لها كلاف التعب والتأثير قل سبب كم سل القدر لما أسست التعلو أفكار الشرحة أمرت الدنيا يتمسست مال كليتا لدول قل لها كلاف تبهدق من إيبا لحاه مدرته الدنيا اقتصاد قليل كم سل يقبئتو لتحذر حسام ما تقبلتنا اخبار دي بالله تام هلا مسلا تعرف لها هلا برمجة.